من خلال هذا خلينا نتابع رأي الناقد الفلسطيني حول الأعمال العربية، وبعدها نعود مجددا لإكمال برنامجنا بيت للكل. مسلسل كبير قوي هو مسلسل مصري ببطولة أحمد مكي، صراحة عشان بيجي كل سنة برمضان وبيجمع العيلة وكوميدي وبضحك. أم الياسمين. زقاق الجن. جعفر العمدة. بتابعش إشي بس زقاق الجن متابع على هذا على التيك توك. في مسلسل العهد بحضره. جعفر العمدة بس بالعربي. في جلطة بحضره. وطن وطن. حارة الكبة. مسلسلات ممتعة وحلوة، وحلو إنك تحضر في رمضان مسلسلات وتضيع وقت. مسلسل كتير حلو، بحكي عن القضية الفلسطينية، بحكي عن المعاناة اللي عاشوها الفلسطينية وكيف الحصار عليهم وكيف يعني كمان متمسكين في الوطن. تصور في البلد القديمة بنابلس وبقرية اسمها عبوين، فبحكي عن تاريخ عريق، وفكرة المسلسل كتير حلوة وإنها في البيوت القديمة وهيك، فبتوصل فكرة للفلسطينية، كمان بتوصل فكرة للعالم أجمع. يعني بحضر باب الحارة، ويعني مشكل إشي تركي إشي مصري يعني حسب. هو هذا العام تميز بوفرة هائلة من الدراما العربية بكل أشكالها، يعني السورية، المصرية، الكويتية أو الخليجية بشكل عام، وحتى الفلسطينية هناك وفرة. واضح أن هناك الدراما هي رافعة سياسية، رافعة إعلامية، ورافعة ترفيهية أيضا، وواجهة. واجهة الدراما ليست هكذا، ليست فقط للترفيه، وإنما هي أيضا واجهة يتم من خلالها نقل الأفكار والتأثير، وبالتالي هي عمليا إذا بدك الدراما دعائية، وبالإضافة إنها تجارية أيضا، فيها في موضوع تجاري في الموضوع، بالإضافة إنها ترفيهية. ولكن الترفيه هو حبة الكراميل في داخل إطار كبير من المضمون السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولهذا السبب هذه الوفرة، وفرة الدراما، تعني أن هناك جدل كبير في العالم العربي، جدل وفي وجهات نظر مختلفة وفي رؤى مختلفة، لأنك أنت عمليا عندما ترى هذه الدراما ترى وراءها رؤى فكرية واقتصادية. هناك مسلسلات فيها الحبكة الروائية عالي جدا، تشويق عالي جدا، والرسالة أيضا قوية جدا، صادمة حتى ومثير للجدل. هذه المرة هناك كان مسلسلات مثيرة للجدل، هذا يعزز ما قلته أنه هناك جدل كبير في العالم العربي، مواضيع حساسة تعكس المقولات سياسية صادمة، مقولات فكرية صادمة. وأيضا هناك وصلت بعض هذه المسلسلات، وطبعا كل احترام لها، وصلت إلى تنقل الحبكة إلى مسألة الملحمة، بمعنى أيقنت البطل، أيقنت الحدث وتحويله إلى ملحمة قوية جدا جدا. صحيح أنه هذه المرة، هذه السنة، كان هناك في العالم العربي مسلسلات، ولا أريد أن أسمي، كان هناك في مسلسلات وصلت إلى درجة الملحمية بالحركة الكاميرا، بالإضاءة، بالملابس، بتحويل البطل إلى أسطوري حتى. نعم، هذا كان مهم، مهم جدا. وعلى فكرة كل ما أنت عملت مسلسل هالقد مؤثر بصريا، عمليا انت بتخلي قوة يعني يصل الى الناس وبحبوه الناس. هناك اولا عنف كثير، في عنف هائل. اثنين، في تعدد الاجزاء اللي بسموه تعدد اجزاء الدراما، وهذا الكلام ايضا في ضعف شديد على فكرة، لانك انت عمليا تستهمل المشاهد. المسألة الاخرى، في فانتازيا، في فانتازيا كثير على فكرة، فيش مثلا كوميديا كثير. مثلا ليه تختفي الكوميديا؟ ليه بيختفي التاريخي؟ ليه بيختفي الديني؟ ليه بيجي المسلسل العنيف اللي فيه عنف شديد وفي فانتازيا ايضا؟ في فانتازيا حتى في الواقع، في مسلسلات على فكره بالواقع هي واقعيه ولكن تقدم بطريقه فانتازيه. وايضا سؤال مهم، لماذا ذلك؟ برايي انه الجدل في الشارع العربي جدل كبير، جدل على كل شيء، على هوية المجتمع، مضمون الدولة، العلاقة بينهم، الاقتصاد، الوضع الحضاري للأمة العربية، للشعوب العربية كلها، الأسئلة الكبرى المؤجلة. وهو يجب أن احنا مش سذج أيضا، المسلسل، أي مسلسل، أي دراما، هي عمليا رافعة على فكر،
رافعة لرؤية ليست ترفيها على الإطلاق. وبالتالي إذا هل كد المسلسلات فيها كل ذلك إذا معناته شو؟ وين إحنا واصلين معناته؟ الدراما الفلسطينية هذا العام كانت مفاجأة. استغربت أنا شخصيا ويعني أدعي أني متابع وبحب أشوف وبحب أتبع شو بصير. كانت هذه السنة عندنا مسلسلات رائعة صحيح بقدراتنا وبكفاءاتنا وبالتكنيك اللي عندنا ومخرجينا الشباب وممثلين الشباب. كان عندنا مسلسلات غريبة عجيبة جميلة جميلة التاريخي والوطني والكوميدي حقيقة جميل وصورت في أماكنها صورت إذا بدك في ارتجال في ارتجال في حبكة مش ولا بد بس مش مشكلة في حوارات هيك فيها ضعف مش مشكلة حتى الممثلين لأنه أغلبيتهم يعني جداد بعضهم جداد لكن شو القصة هون الجهد الرغبة في الحضور الرغبة في تسجيل الاسم الرغبة في الظهور على الشاشة الرغبة في الظهور تعرف إحنا شعب مجروح فنرغب أن نظهر نرغب أن نكون على الشاشة وأن نشارك وصحيح أنه عملنا إيش الشغل هذا السنة بجوز في عندنا بجوز 10 مسلسلات وعشر مسلسلات متنوعة ما بين الكوميدي والتاريخي والاجتماعي وكانت أنا شخصيا ولا أجامل نفسي ولا غيري أنا أستمتع بها أنا أستمتع بها بشوف بالعين وعبوين والقدس القديمة ونابلس وكرة نابلس هاي مناطق التصوير أنا صايرة أستمتع حتى بضعف هنا أو هناك.